وللمزيد من التحليل والنقاش تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة إيمان زهران أستاذة العلاقات الدولية. دكتور إيمان أهلا بيكي. موقع بوليتيكو وده موقع أمريكي النهاردة قال إنه إدارة بايدن أمهلت إسرائيل حتى نهاية الشهر لإنهاء الحرب في غزة. إيه الدور اللي مصر لعبته في تغيير النهج الأمريكي تجاه هذه الحرب؟ في البداية يمكن الدور المصري هو دور متعدد، أدواره متعددة، خاصة لو هنتحدث على المستوى الدبلوماسي سواء من خلال اللقاءات الثنائية وتفعيل الدبلوماسية الرئاسية لسيادة الرئيس ولقائه بشكل واضح ورسائله بشكل واضح مع النظام الأمريكي على مختلف المستويات، ليس فقط من خلال رسائلنا في قمة القاهرة للسلام، لكن كان وفقا للعديد من الدوائر المغلقة، ويمكن كذلك على المسار مستوى الخارجية، ويمكن شاهدنا كلمة المندوب المصري الدائم في الأمم المتحدة في هذا الأمر. بشكل عام الإدارة المصرية وفقا للمنظور الأمريكي ساهمت بشكل كبير في إعادة تقييم القضية الفلسطينية، إعادة دفعها على طاولة الأولويات مرة أخرى. دي نقطة. النقطة الثانية، ساهمت بشكل أساسي كذلك في مرونة الخطاب السياسي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. يمكن أصبحنا نشاهد أصبح هناك نوع من التكييف المنهجي. في بداية أحداث 7 أكتوبر كان يتم الحديث من جانب النظام الأمريكي على الدعم المطلق لإسرائيل وحقائق الدفاع، لكن حاليا أصبح يتم الحديث مرة يتم الحديث وفقا للتصورات المصرية في إدارة الملف الفلسطيني، مرة أخرى يتم الحديث عن مساعدات إنسانية، أخرى يتم الحديث عن هدنة ووقف جزئي لإطلاق النار، وحاليا بيتم الحديث عن إنهاء القضية أو إنهاء الصراع القائم بنهاية 2023. وفي رأيك هتستجيب إسرائيل لهذا الموعد؟ استجابة يمكن النهج العملياتي والإطار وتكثيف الهجمات في المرحلة الثانية من العمليات الإسرائيلية وعملية السيوف الحديدية قد توحي أنه قد يتم الاستجابة، ولكن وفقا لنهج دموي. يعني نتحدث عن ليس فقط الخروج عن سيناريو التهجير القصري شمالا وجنوبا كذلك، لكن نتحدث عن حالة إبادة جماعية، إبادة يعني الإسراع بالإبادة، يعني ده اللي تقدر تعمله إسرائيل الاستجابة لهذا الموعد بشكل أساسي. يمكن استخدام الأسلحة المحرمة دوليا، نتحدث عن وقود قنابل الفسفورية، حديث الأمين العام للأمم المتحدة لتفعيل المادة 99 من ميثاق ونتحدث عن هذا الأمر، أنه غزة أصبحت بؤرة لتهديد الأمن والسلم الدوليين وليس فقط على إقليم الشرق الأوسط. كل تلك المؤشرات قد توحي بمثابة ضوء أخضر لتكثيف الهجمات، ممارسة نوع أو إعادة إنتاج الهولوكوست اللي كان تم حديثا، ولكن تم حاليا استنساخه على أراضي غزة طبعا. وإحنا بندور يا دكتورة عن العوامل اللي ممكن ترغم إسرائيل على وقف هذا العدوان، بنبص على الاقتصاد الإسرائيلي، وطبعا بلا شك الاقتصاد الإسرائيلي خسر كتير بسبب هذه الحرب. في طبعا وجهات نظر أو في نظريات مختلفة لمدى تأثير الاقتصاد الإسرائيلي على قرار وقف الحرب، حضرتك شايفة إيه؟ يمكن ده من أحد القرارات. يمكن لا يخفى على العديد أنه تراجع المؤشرات الاقتصادية والبورصة الاقتصادية البورصة الإسرائيلية بشكل كبير ساهم في قرار الهدنة وليس في قرار الحرب كذلك، الإسراع بقرار الهدنة الأولى واستئنافها مرة أخرى، لكن فشل في معاودة الأمر وطرح وقف إطلاق النار والعودة للتفاوضات. لكن العامل الاقتصادي هو عامل مهم في الدراسة والتحليل، ده جنبا إلى جنب إلى الخلل اللي موجود في حكومة الائتلاف الإسرائيلي، استئناف الملاحقات القضائية لبنيامين نتنياهو، انقسام النخبة الإسرائيلية، كل تلك العوامل جنبا إلى جنب مع الجانب الاقتصادي كذلك الفشل في اكتساب الدعم الخارجي أو الكتلة الغربية، أصبح هناك تردد ما بين عدد من قادة الدول الغربية في الدعم المطلق نظرا لإعادة تعبئة شعوبهم مرة أخرى والرأي العام العالمي وفقا للحقائق والمكاشفات عن تقييم جدوى القضية الفلسطينية في حد ذاتها والحقائق التي تم نقلها بصورة واضحة. نقطة تانية، كما تحدثنا في البداية عن مرونة الخطاب السياسي الأمريكي بشكل كامل،
فكرة المهلة أو التوقيت بنهاية الصراع، ويمكن ليس فقط وفقا للرسائل أو الخطط العملياتية سواء على المستوى الاقتصادي ولا والسياسي، كذلك الحكومة الأمريكية، الحكومة الديمقراطية لديها العديد من أوجه الخلل، سواء في انقسام النخبة، الاستقالات التي تمت في الكونغرس ووزارة الخارجية الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية على مشارف انتخابات رئاسية كذلك، مع تراجع حظوظ الديمقراطيين، انقسام الجمهوريين وأطيافهم، كل تلك المؤشرات قد تعيد مرة أخرى تقييم الملف الفلسطيني، ولكن للأسف يتم تقييمه وفقا لصانع القرار الإسرائيلي على آلية ممنهجة وهي الإبادة. مع الأسف يتم استخدام. لو برجع مرة تانية أقيم الموقف المصري يا دكتورة، مصر عندها موقف ثابت من عشرات السنين وهو التمسك بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بس في نفس الوقت الرئيس دايما بيشدد على عدم المساس بالأمن القومي المصري. إزاي نقدر نحقق التوازن بين هاتين الركيزتين في السياسة المصرية تجاه هذا الملف؟ عامة الثوابت المصرية هي قائمة زي ما سيادتك تفضلت وذكرت منذ بداية الأزمة، ليس فقط 7 أكتوبر ولكن منذ بداية الأزمة فيما قبل عام 48. نتحدث دوما عن ضرورة وجود حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية قائم على حل الدولتين وفقا لحدود 67، وهو الحل العادل والمقبول فيما لا يتعدى أو لا يتخطى الخطوط الحمراء التي تم ترسمها بشكل واضح وصريح رسائلنا اللي تمت إبان قمة القاهرة للسلام، وهي يعني تتعلق ببند رئيسي وهو رفض كامل لتصفية القضية الفلسطينية والرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم في دول الجوار وخاصة أراضي سيناء المصرية، وهو الأمر المرفوض جملة وتفصيلا حكومة وشعبا من جانب جمهورية مصر العربية. النقطة الثانية واللي بيعول عليها في إدارتنا السياسية للملف الفلسطيني ما يتعلق ب حل الدولتين وفقا لحدود 67، وهو الرسائل اللي بيتم توضيحها بشكل مباشر على كافة الدوائر يعني مشاركة مع الشركاء في الإقليم العربي، بيتم توضيح حدود 67 خاصة وإن احنا بننظر كذلك على الوجه الآخر للسياسات الإسرائيلية وتحركات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليس فقط في الإبادة الجماعية والتهجير القسري لكن إعادة ترسيم ديموغرافية القطاع، نتحدث عن خلل كذلك في ديموغرافية القطاع جنبا إلى جنب مع استصدار العديد من القوانين في الكنيسة الإسرائيلي اللي بتدير من عدد المستوطنات الإسرائيلية سواء في الضفة الغربية، كذلك الحديث عن العودة مرة أخرى لقطاع غزة، كل تلك الأطر قد تخل ده أصلا المستوطنين اللي كانوا موجودين في غلاف غزة مش عايزين يرجعوا بعد هذه الحرب. على الرغم من هذا الأمر لكنه قانون تم إقراره بالفعل في الكنيسة الإسرائيلية، أصبح يتم الحديث بإريحية ما بين النخب الإسرائيلية خاصة من جانب قوى اليمين المتطرف عن العودة مرة أخرى لغزة، وأصبح يتم احتلالها مرة أخرى، احتلال ليس فقط احتلالها، يتحدثون عن وجود انها ارضهم ومستوطناتهم والتمدد تمدد المستوطنات، اعاده ترسيم الجغرافيا مره اخرى، العامل الجغرافي اصبح عامل مهم في ركيده او ذهنيه صانع القرار الإسرائيلي، وده اللي بيضاعف من اهميه وخطوره البعد الخاص بالامن القومي المصري. انا بشكرك جدا الدكتوره ايمان زهران استاذه العلاقات الدوليه على هذه المداخله.